وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على طلب المؤسسة السورية للتجارة بتمديد فترة بيع المواد المدعومة السكر والرز الخاصة بأشهر شباط وآذار ونيسان. وكانت المؤسسة السورية للتجارة مددت للمرة الثانية فترة بيع المواد المدعومة للدورة الحالية التي تباع عبر البطاقة الإلكترونية إلى 7 حزيران الحالي بما فيها أيام العطل. بيّن مدير زراعة حمص أن المساحة المحصودة من القمح المروي بلغت 4153 هكتاراً، وبلغت في القمح البعل 12091 هكتاراً. من جهته أوضح مدير المؤسسة السورية للحبوب بحمص أنه يتم استلام إنتاج الفلاحين من القمح الدوكما والمشوّل عبر 4 مراكز، لافتاً إلى تميز هذا الموسم بورود كميات من الأقماح من المناطق المحررة كتدمر. كشف مدير منشأة دواجن حمص عن استيراد قطيع جديد أمات بياض من فرنسا لون أبيض يبلغ نحو 14000 طير لصالح منشأة دواجن حمص، مشيرا إلى أن ذلك سيؤمن بيض المائدة للأعوام 2022-2023 وبداية العام 2024. أعلنت وزارة المالية المصرية انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد الفاينانشال تايمز راسل الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة. وتوقع وزير المالية أن يسهم هذا الانضمام في ضخ نحو 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية. قال مسؤول في وزارة النفط الإيرانية إن بلاده تخطط لزيادة سريعة في إنتاجها النفطي، وقال إنه إذا رفع الحظر سيعود معظم إنتاج البلاد من الخام لسابق عهده خلال شهر، مضيفاً أنه تم التخطيط بعناية لاستعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحظر على فترات من أسبوع وشهر و3 أشهر.